تري إليك سري إليك. الاعتصام بالعروة الوثقى. الاعتصام بالعروة الوثقى بالانقطاع عن الشواغل، ويكون ذلك بثلاثة أشياء: صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما. الاعتصام بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ ويعني إيه عروة وثقى؟ قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. العروة الوثقى، عارف بمنتهى البساطة، الجلابية دي لها عروة. العروة اللي هي داخل فيها الزرار دي، ادي العروة اهي، دي اسمها عروة، بنسميها كده عروة. العروة دي لما يكون مفتوح كده زي ما انت شايف كده الدنيا مش مظبوطة، اما نقفل الزرار ده بيمسك في العروة، خلاص هو ده بمنتهى البساطة. العروة الوثقى ان في عروة انت لو شبطت فيها هتفضل ماسك وثابت وواصل، اذا فلتت من ايدك هتضيع.